اتفق معاك. نروح لبعض الاخبار برضو السريعه الخاصه بالنادي الاهلي. امبارح وجه مجلس اداره النادي الشكر للتشيكي مايكل براكتش المدير الفني لقطاع الناشئين طبعا بالنادي الاهلي عن فتره عمله بالنادي، والاكيد حقق خلالها العديد من النجاحات والانتصارات الكبيره والتطوير الملحوظ بشكل كبير في هذا القطاع زي ما حضراتكم اكيد عارفين. حرصت كمان لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح وعضويه كابتن زكريا ناصف، وكان موجود برضو كابتن امير توفيق، وكان في عدد كبير، وكابتن خالد بيبو ايضا كان موجود. حرصوا ان هم يوجهوا له الشكر، وكابتن وليد سليمان انا مش عايزه انسى حد برضو، حرصوا ان هم يوجهوا له الشكر، وكان في برضو كده يعني احتفاليه للمدير الفني والتاكيد على كمان تقدير النادي للي قدمه من عطاء خلال الفتره اللي فاتت وفتره التعاقد معاه، وهيكون النادي مفروض الفتره القادمه ان شاء الله باسناد مهمه المدير. هنا بقى اللي الناس كانت بتتساءل مين اللي هيكون في هذا المنصب الفتره القادمه، مفروض لاحد ابناء الاهلي اصحاب الخبرات الكبيره في مجال التدريب بالقطاعات الناشئين. ممكن يا كريم الناس تاخد هذا الخبر وتقول لك ده احسن خبر انا سمعته، ان ابناء النادي هم اللي يكونوا مشرفين على يعني هذا القطاع، القطاع الاهم اعتقد في اي نادي، قطاع الناشئين هو ده المصنع، هو ده الاساس بتاعك، اساس اي عماره بتبنيها هو الاساس اللي بتحطه، هو ده اللي بعد كده يقول لك العماره دي قايله للسقوط ولا العماره دي قويه وهتستحمل وتقعد سنوات طويله جدا. فهو ده قطاع الناشئين اللي في النادي الاهلي اثبت على مدار تاريخ كبير جدا وسنوات كبيره جدا واسماء نجوم عظيمه جدا لحد دلوقتي، حتى لو مسيرها القروي انتهى لكن لسه عطاءها مستمر مع النادي الاهلي من خلال التدريب او يعني العمل الفني او الاداري او غيره. ولكن هنا بنتكلم برضو ان اسناد هذا القطاع او هذه المهمه يا كريم لاحد ابناء النادي الاهلي ربما لها انعكاسات كبيره جدا، الاخص بيها او الاهم فيها ان العامل النفسي. لسه كنا بنتكلم لما يبقى ولد صغير عنده 5 6 7 سنين بيشوف ان الدايركت يعني مش هقول الدايركت بلاش، القائم على هذه المنظومه اللي بيدربه، القدوه بتاعته اللي بيديله التعليمات، نجم كبير مثلا كان قبل كده سابق في النادي الاهلي، ده بيفرق كبير كتير جدا، غير ان هو اكيد يشوف برضو رجل اجنبي ذات خبرات كبيره مهمه جدا الخبرات ان احنا يتم برضو نقلها عندنا. لكن في الاول وفي الاخر انت لازم يكون عندك حد محلي، حد من ابناء النادي هو القائم على هذا القطاع اللي في غايه الاهميه. ده رايي او انا هتبنى هذا الراي يعني.